بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل الود والتقدير اليوم مع واحد من الشخصيات المعروفة جدا والمحبوبة جدا والمشهورة جدا، ما له علاقة بشيء مهني، لا هو فنان لا هو شاعر لا هو من قبيلة المثقفين، لكن كل الناس بتعرفه لمحبته الصادقة لكل الناس، كل الناس بتعرفه لأنه يستقبل الناس ببشاشة كبيرة. دائما ما نقول إنه الإنسان اللي بيقدر يشتغل ويعمل مهنة معينة بياخد عرقه أو بياخد عمله من عرق جبينه، وما شرط الأيادي هي اللي تكون تساهم في هذا الرزق. ممكن اللسان اللي هو بيكون عنده أدوار كبيرة جدا في شكل التواصل، لكن أيضا اللسان له من المهنة في هذه الشخصية بأنه بيساعد كثير من الناس وبيقدم خدمته أحيانا بدون مقابل. كل الشكر والتقدير اليوم من أم دقرسي، أهلا ومرحبا بكم، ونشوف مع بعض حالة الطيب عبد المنعم. تفضل. الله طيب الأيادي بلا أياد ويمد الأيادي، بلا أقدام ويلحق البعيد، ليست فزورة ولكنها حقيقة مع الطيب في أم دقرسي بولاية الجزيرة. احنا بنشكركم استقبالكم لنا خالة مصر، يديك العافية والصحة يا رب العالمين. كيف أخباركم؟ إن شاء الله كويسين. الله يعافيك ويسلمك، وربنا يديك الصحة والعافية والأجر إن شاء الله الكبير، يعني على قيمة كبيرة أنت بتعمليها حقيقة، يعني وما شاء الله إحنا يعني عرفنا إنه الأستاذ الكبير الطيب عنده شغل عظيم بيعمله يعني في المنطقة حقيقة، يعني ربنا يكرم يديه العافية. الله يبارك فيك. معلش اسمحوا لنا نرجع لورا من بداية يعني الولادة ممكن بتاعت الطيب، يعني ممكن توريني التفاصيل الأولى بالنسبة. الولادة الطيبة من ولد ما زال يعني على الدنيا، بس على عافية ذيك والعيو، والحمد لله أنا عاش الحمد لله ما في حاجة. الحمد لله. كان مشيتي دكاترة ولا حاجة؟ ما خليت حاجة. قالوا لك شو؟ 6 سنة شايلاه من دكتور لدكتور وبقولي ما في حاجة. يعني ما يعني بتاع المخ أدى دوره، بتاع الأعصاب ما أدى دوره، ما يعني ما وكان كلامه شنو الوطن؟ كله كلامه طبعا اتولد بها، عاقة اتولد بها، ما يعني بتكون مستمرة معه. بتكون مستمرة معه، ولكن طبعا من الأول ما اقتنحت بها كده، مش من دلي 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 حد ما تم 6 سنة. لما تم 6 سنة قال لي ما دخلني المدرسة. أيوة وخلاص دخلت، والله خلاص تيقنت، وأنا ذاتي يقني سبحان الله بكلامه. بعد طلب انه يدخل المدرسه. ايوه. ووقتها كان كيف بالنسبه لك؟ كنت يعني مطمئنه عليه انك توديه؟ طبعا اكيد الوقت ده كله الفتره الاولى دي كلها تحت رعايتك انت. والله كله تحت رعايه الحمد لله، والاكل والشراب وكل حاجه. الاكل والشراب وايش الحمد لله. ما لاوزت شويه من حكايه انك توديه المدرسه دي في الاول؟ يعني الحمد لله كنت بمشي معاه وانا ذاتي. كنت بتمشي معاه؟ يعني يومكم كيف اليوم الدراسي ده؟ من الاول اليوم الدراسي بعدك زي اي طالب ولا اي استاذ في المدرسه بتكوني قاعده موجوده معاه طوال؟ تحضر الحصص؟ حاضر معاه الحصص، ما سويت بمرق برا معاه المعلمين، اخذ قاعده اجي طالع مع الطلبه اخذ قاعده. الدراسه كان بالنسبه له كيف في الاول يعني؟ والله في الحمد لله في الاول يعني شويه كانت يعني هو بيتلغى سبحان الله. ايوه يعني فهموا بفهم، ويعني بتفهم دراسته ما محتاج لي، بس الا الكتابه. الكتابه كانت فيها شويه صعوبه لحد ما مارس عليها في الاول بالخشمه بالقلم الرصاصه. ايوه بكتب بيه وبشخبط بيه لحد ما اتعلم الحمد لله. الحمد لله. ثاني جت التقنيه الحديثه دي ريحتنا. أيوة. ذاتها من ايوه الفتره الاولى لغايه كم هو كان بيه؟ سادس. لحد 6 سنة. ايوه يعني سادس في لحد السنه السادسه وفي المدرسه. أيوة. المدرسه قال لي ما والله بس اخوه الاكبر منه ده يعني كان بيتعاقب بالتاخير لانه كان بيسوقه معاي ويصير لازم ايه مش معاي يعني ما يتاخر يخلينا احنا في وراه ويجي لاحقنا. اسمه منو اخوه؟ محمد عبد المنعم. كم هم ما شاء الله؟ هم 3. منو؟ الطيب محمد الكبير والطيب ده وسط وبنت اصغر منهم. ربنا يحفظهم لك ان شاء الله. فكان بيمشي فكان بيتعاقب انه بيتاخر. بيتعاقب يعني ده حساس شديد سبحان الله.
حس بأخوه بالعقب بسببه قال لي خلاص أنا لحد هنا والله طيب محمد اتعلمت ما تأخذ في خاطرك أي حاجة. من سادس أنت يعني كمان يكون طفل عنده قرار في الوقت ذاك يعني أنت برضو تعتبر في عمرك صغير يعني أنك أنت قدرت كيف أنك تواصل بعد ذاك ما خلاص ما أنت وقفت من قراءة لكن ممكن تقرأ ممكن تقرأ. أيوة قريت قرآن الحمد لله ما شاء الله يستر الحمد لله كثير ما شاء الله بس الحمد لله قربت أختم الحمد لله ما شاء الله تبارك الله قربت تختم الله أيوة لكن عندي مشكلة في النفس ما مجود ما 100% أيوة حاوز في قلبي بس ما شاء الله أيوة. يعني تحتاج للتجويد ولا أيوة. ولا هي بس القراءة القراءة حاوز تمام لكن التجويد ده ما حاوز شاب في 25 من عمر يحسب ثوانيه ودقائقه حتى لا يضيع هباء منثورا يكفيه ما فاته من بعض نعم الله ويغنيه فيض آخر من البصارة حقا ما أخذ الرب إلا ليعطي. شنو أصعب اللحظات المرت عليكم؟ أنا هذا أقول لك شنو ما في لاقاني صعب والله الحمد لله بس ما لاقتني صعوبة والله والله أصلا ما لقيتني في تربيتي دي صعوبة ولا يمكن ربيت أسهل تربيته كانت أسهل لي من أخوانه ماشيين عليك ورعيهم سبحان الله الحمد لله الـ يعني من ناحية الأكل الشراب يا هو طبعا الأكل ده يا هو أنا بكله والله سبحان الله بكله وبقول له طيب عفلي يمكن تكون ما شبحت اختشيت مني أنا أكلتك مثلا الكمية اللي أكلتك ليها تقوم تعاين في الأكل تلقاه وما هنا بصير عليك زي تقوم بركت مش المطبخ تزيدك لك بس المهم عفلي يعني قدر ما اعمل له وانا بكس رضاه وعفوه يديك العافيه وهو هو الكايس رضاك وعفوك كان نفسي ارضي ضميري بس تكون متعافين يعني بس كان نفسك تعمل شنو علشان ترضي شنو الحاجات اللي كان يعني تتمنى انك تعملها ليها علشان ترضي والله اعمل لها اي حاجه بيني بس زي شنو الحاجات اللي انت عارفه عنها ونفسك تعمل لها الله عند الحمد لله عمرت عليها الحمد لله عمرت طول الحمد لله عمرت عليها ما شاء الله عمرت عليها ايوه الحمد لله دورنا الاراضي المقدسه الحمد لله عمرت عليها كيف ذو صديقي في الفيسبوك اما ادنا عمر اليوم التحيه من هنا ان شاء الله يا سلام عليك هو اللي عمل لكم الاجراءات ايوه سافرت معاه ايوه الحمد لله سافرت معاه أيوة ما شاء الله شفت بيت الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لحظه طبعا جميله انك تكون في بيت رب العالمين من هنا نرسل له تحياتنا الطيب وأمه نصر الأمين قصة من ذهب تحكي تبادلا فريدا للبر والحب حملته وهنا على وهن في بطنها وحملته بعد أن جاء إلى الدنيا بكل هذا الكمال القصة هنا غير معهودة وغير مطروقة الحمد لله أميري هذا ما قدر الجاذية ثلاثين جوا بطنا وبرا بطنا الحمد لله سلام الحمد لله يا سلام عليك الحمد لله شالتك جوا بطنا وبرا بطنا وبرا بطنا أيوة دي حاجة جميلة بحاولت أيوة. إنك دائما في أعمار كل واحد بيكون داري يبعد من أمه شوية عشان ما يقول أنت قريب لأمك أرسمنا أبو الله أرسمنا أبو الله أرسم الله بس تكون معه طوالي أيوة. الله يديك الصحة أيوة. 200 يا 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 حاجة نصرة يعني بدأت تجيبوا الكرسي مثلا والكده الآن طبعا في فترة أكيد أنت كان بتحملي أكتر صح والله حملت يعني 6 سنة دي كنت بشيله الست سنين بتشيله بودي المدرسة مدارس عندنا قدام هنا دام الحلة بشيل بودي المدرسة بعد 6 سنة جابوا له كرسي يعني بقيت اتحرك بعد ثاني سوق الولادات نسي على الميدان اخوه وقاعد يسوق على الميدان الكوره يتونس اصحابه دارين يطلعوا به ويسوقوا يتونس ويجيبوا لي راجع يعني ثاني خلاص ما حملت هم لكن فتره القرايه دي بالذات كنت بشيل صفحتي واديهم المدرسه واجيبوا راجع الله يديك العافيه الله يبارك يعني تتمني ليه شنو من الحاجات في كل الامور في علاقته بالناس باهله ب الله أتمنى له بس ربنا يطول عمره ويديه العافية ما دار عروس ما دار عروس أنا دار عروس دايرالك دايرالك ربنا يسعدك في حياتك يا الطيب والله العروس تكون ذاتها يعني سعيدة نتلقى لازم بشوف زيك وطيب وأخلاق أتمنى لك أكثر من الأخوان الخاويت ونت دين يديك العافية شضيمة إن شاء الله رب العالمين إن شاء ربنا يكرمك ويديك الصحة إن شاء الله صاحبنا بلا أمنيات نعم
بلا أمنيات، لأنه يحقق ما يريد وهو الجالس على كرسي دوار. حاز من العزم ما حول به العالم الافتراضي للسوشيال ميديا إلى عالم للحق والخير والجمال. الطيب يمد بيض أياديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقترح ويبادر ويتفاعل. ما حالة إعاقته أن يكون مع آخرين في لحاجين بعيد، يدا بيد للعون والسند. والأيادي هنا بيضاء تسر الناظرين بلا من ولا أذى. ده كده المعمل حقك. نعم جميل. طيب ده كده الموبايل، ده موبايل ذكي. ايوه. طيب هو فاتح مطلوب. بتتعامل معاه عادي اذا مقفول مفتوح؟ ايوه عادي. طيب هو فاتح انا اقوم اقفله. ايوه جاتك رساله. قبل ما تشوف الرساله خليني اقوم اقفله. طيب انا اقفله. ايوه كده انا قفلته. ايوه. طيب يلا ورينا. فتح. طيب كده فتح. أيوة. فهو بيرسل الآن، فتح اسم بتاع واحد صاحبه، والآن هو بادي يكتب. أوكي. طيب ده لأمجد محمد إبراهيم. حبابك أخوي أمجد محمد إبراهيم، أنا الآن مبسوط بحضور الشيوخ إمام بركية منورين. يا أخي بنورك. نورك. الله يديك العافية. ما بياخد الحكاية دي بتاخد معك زمن. سهل جدا. أجيدي. وما بتتعب، داير نفس طبعا وداير. عادي. ما بتعبني يا الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. متواصل مع كم من ناسك في الواتساب؟ بتخش جروبات؟ عندك جروبات؟ مؤسس قريب 40 جروب مؤسس. مؤسس 40 جروب. طبيعتك شو؟ شعراء وثقافة أقل. في المجال الثقافي. أيوة. مجال نعم. وتعني فئات ومجالات. ما 40 دي كثير، عدد كبير من الجروبات. ها 40 شاعر. 40 شاعر. أيوة. ما شاء الله. أيوة. تبارك الله. تعني في جروبات تعني خاشه فيها. ايوه جروبات منظمات. منظمات خيريه. منظمات خيريه. أيوة. بترد كيف على التليفون؟ بتفتح الذكر السبيكر. ايوه وبتتكلم عادي. أيوة. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال. والله الحمد لله بخير ونعم. الحمد لله تمام. والله الحمد لله. الحمد لله تمام. والله معانا شرب بس اي من بركية والشباب كلهم. توصل ان شاء الله. توصل ان شاء الله ان شاء الله. وللطيب من المهارات ما يثير الدهشة، فهو خبير لا يشق له غبار، خبير بالهواتف وبرمجياتها، يفكها ويركبها على كيفه بلسانه وأسنانه فقط. يبدو كثير الحيلة. من الحاجات الثانية اللي عرفت عنك، طيب انه انت بتشتغل في البرمجة بتاعت الموبايل. ايوه صح. دي حاجة كويسة جدا. بتبرمج كيف؟ لان بتحتاج معدات معينة ولا بس الشغل بتاع البرمجة جوا؟ ايوه بتاع السوفت. عرفتوا كيف؟ تعلمتوا كيف؟ ممارسة. ايوه لانه ممكن انت تعمل حاجة تقوم تمسح اي حاجة ممكن تضيع اي برنامج. لا ما مسحت اي حاجة. لا ما غيري. مؤسسة اجتماعية تتبدى في الطيب، يعين الآخرين والناس يظنونه أحوج، يصل الناس بطريقته وهم يظنونه أولى بالوصال. خاب ظنهم وخاب ظننا في هذا البيت. الاحتفاء هو الحقيقة الماثلة. جينا هنا المضيفة اللي بيستقبل فيها دائما الطيب أصحابه، وإحنا بناخد جزء، ده جزء بسيط جدا من عدد كبير جدا من الشباب. أول حاجة أهلا مرحبا بكم. الطيب عمل شغل جميل جدا، عمل مجموعة من المبادرات كده. طيب خلينا نبدأ معاك في الأول. المبادرات اللي عملتها، أنت قلت لي بالنسبة للجروبات بتاعت الواتساب قريبا 40 جروب. أيوة. وعندك 5000 من الناس اللي معاك في الفيسبوك. أيوة. طيب بالنسبة للمبادرات دي، المبادرة دي أنا عملتها واحدة بس في الاثنين وفشلت. اللي هي كان اسمها شنو؟
إنسانية بلا حدود. إنسانية بلا حدود. أيوة. أها. ليه فشلت؟ فشلت من نسل العمل والي. ما تعدوا معي تمام. طيب أنت شنو شايف الحاجات الناقصة فيها؟ والله كثير. زي شنو؟ كثير. المعاق في 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 المعاق في 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 الاتحاد بالعمل كانوا زول ساي زول ما عنده حقوق. ذيل يعني ذيل ما عنده أي حاجة في الدنيا. انت دار تدي من المبادره دي رساله اكثر بالفئه دي ويدوهم يعني حقوق اول حاجه ويدوهم بعد كده امكانات يساعدوهم بها. طيب شباب شنو الحاجات اللي بتتعامل في الحله هنا وهو مشارك فيها طيب بشكل كبير؟ والله يا طيب المناسبات العامه مرات مناسبات القريبه قريبه. طيب انا عرفت انه كان برضه في حكايه انه يعني ممكن يطلعوه برا وبيمشي يحضر الكوره وغيره يعني في مشاركات ثانيه غير المناسبات شنو غيره؟ معه مجموعه يعني عندهم ذاته منتديات كده كل اسبوع قاعدين يجوا يعملوها بيقعدوا معه كده قاعد بيعملوا المنتدى هنا. ايوه هو بيقول لهم شعر وهم بيقولوا بقول شعر. أيوة. والله كويس. لا خلاص لازم تقول لي شعر. ها قول لي اها شنو قول لي قول لي بيوت تفتح لي دوك او ما ادوك من غير تقول الذول منو لا حتى عدل الداعي الخير لا مالك جابك شنو في بيوت بجيهن في يوم من جيت الليل من جيت دغش طوال دف الباب خش. خلينا قاعدة جميلة جدا وونسة جميلة جدا ولطيفة مع الأهل والأخوان والأصحاب والبيت العامر ما شاء الله بيدين داخلين ودين مارقين ربنا يديم عليكم إن شاء الله الخير ودائما كده بيتكم مفتوح يعني للناس وعامر بالناس يا رب العالمين. طيب أنا داير أسألك بالنسبة للشغل له علاقة آخر حاجة له علاقة بشغل التكنولوجيا ده ممكن تتعملوا كمهنة تساعد انك يعني مثلا تكون شغال برمجه وتجيب منه قروش وتشتغل منه يعمل لك دخل ما فكرت في الحاجه دي قبل كده؟ فكرت فيها والله. يعني محتاج لشنو علشان الحكايه دي تكتمل؟ ما محتاج حاجه بس يعني بس انه الناس تعرفك. أيوة. وتجيك وتجيب. أيوة. لك الموبايلات وانت. أيوة. تعمل لها تشتغل فيها شغل. أيوة. تشتغل برمجه وشنو ثاني؟ برمجه وبيع الكترونيات يعني زي صيانه بيع. ايوه بيع. أيوة. تجيب انا الشغل الوحيد كده ما بقدر اشتغل شغل غير كده. ايوه يعني ممكن تجيب موبايلات وتبيعها. أيوة. وتعملها باذن الله تعالى. انا اخر حاجه حاجه نصرة دايراكي تعايني كده ليه طيب وتقول له كلام كان في نفسك من جوا وما قلتيه له قبال كده الليله دايركت تقول له الكلام ده قول له شنو؟ والله طيبته ما في شيء كده غايته مهم يعني في نفسي والله يقول له والا انا والله معجبة به شديد والله العظيم مرتاحة له شديد وما يعني فرقته الله لا جابه بس الله يبارك يديكم العافية انتوا أسرة عظيمة ربنا يكرمكم ويديكم الصحة والعافية. طيب شكرا جزيلا لك ان شاء الله ربنا يكرمك ويديك الصحة والعافية. انت مثال جميل جدا وطيب جدا ومحبوب جدا وكثير من الناس دايرات تحفلي عافلي بس عافلي قدم لأمي بس لو لقيت لي طريقة هذه حجة تكون 100 يا سلام يا رب العالمين ينور عليك ان شاء الله ليك انت ولامك باذن الله تعالى. طيب دي حاجه بسيطه جدا مقدمه من قناه الشروق ومن ديوان الزكاه ونتمنى انها تحقق لك جزء من الحاجات اللي انت بتتمناها باذن الله تعالى. ديك العافيه دي هذيك الله يبارك فيها الله يسلمك شكرا جزيلا لك ويديك الصحه والعافيه مشكورين كثير وربنا يديم عليكم الخير والنعمه رب العالمين. طيب شكرا لك يديك الصحه والعافيه الله يكرمك ويسلمك كثر خيركم من الأسرة الجميلة دي اللي فيها كثير من الرسائل العميقة جدا اللي فيها كل الأمل فيها الود فيها المساعدة للغير فيها كل المعاني السامية الجميلة اللي نتمناها دائما أنها تكون متوفرة فينا جميعا. شكرا للأسرة الراقية الرائعة الجميلة واللينا منها وبنقول لهم مع كل الود والتقدير.